الحملات الانتخابية الجزائرية. موقف فرنسا يدفع تبو لاختصار الكلام عن الصحراء المغربية ويوجه الشكر إلى إسبانيا. خبر جد مزلزل من أمريكا يصدم أعداء الوحدة الترابية المغربية. وزارة الداخلية لإسبانيا تحذر من أن الجزائر قد تتحول إلى مصدر للإرهاب الذي يهدد إسبانيا. الحملات الانتخابية الجزائرية. موقف فرنسا يدفع تبو لاختصار الكلام عن الصحراء المغربية ويوجه الشكر إلى إسبانيا. شاهد التفاصيل الكاملة. اختصر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ظهوره لأول مرة في الحملة الانتخابية لرئاسية الجزائر في كلمة موجزة موجهة للشعب الجزائري، داعيا إياه لمنح الثقة لتولي رئاسة البلاد لعهدة ثانية تحت الشعار من أجل الجزائر منتصرة. وبالرغم من المواضيع والقضايا الكبرى التي كان ينتظر الشعب الجزائري أن يتحدث فيها تبون، إلى أنه تحدث بشكل موجز في كلمته الأولى وحاول فيها إبراز الإنجازات التي تحققت في عهدته والتي أعادت الهيبة إلى الدولة حسب تعبيره بعدما كانت في الحضيض. وعلى غير عادته لم يسب الرئيس الجزائري في الحديث عن دور الجزائر فيما يسميه بنصرة المظلومين، رابطة بين القضية الفلسطينية وما يصفه بقضية الشعب الصحراوي، حيث اكتفى بالقول أن الجزائر وصلت دعمها للقضيتين دون الدخول في أي تفاصيل لتوضيح الأدوار التي قامت بها الجزائر. وتزامن هذا الاختصار غير المعهود من طرف الرئيس الجزائري مع استمرار الأزمة السياسية مع فرنسا التي أعلنت دعمها للمغرب في قضية الصحراء، وهو ما دفع بالكثير من المتتبعين لقضية الصحراء المغربية إلى وصف ما حدث بالصفعة السياسية الكبيرة للجزائر من طرف باريس. كما تزامن انطلاق الحملة الدعائية الانتخابية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع دينامية تشهدها قضية الصحراء دعما للمغرب، حيث فتحت مؤخرا دولة تشاد إحدى دول منطقة الساحل قنصلية عامة تابعة لها في مجلس الداخل المغربية دعما للسيادة المغربية الكاملة على الصحراء. ووفق ما يرى الكثير من المتتبعين لقضية الصحراء فإن هذه التطورات التي تخدم الطرح المغربي في القضية الصحراوية لا تترك للرئيس الجزائري أي فرصة لمحاولة إدارة مجهودات بلاده في دعم ما يسميه بالشعب الصحراوي، على اعتبار أن كل تلك المجهودات لم تثمر عن أي نتائج وبالتالي يصعب إقناع الشعب الجزائري بذلك. ومن بين الإشارات التي جاءت في كلمة تبون الموجزة هي توجهه على غير العادة إلى توجيه الشكر إلى إسبانيا لتعاونها مع الجزائر في استرجاع الأموال الجزائرية المنهوبة ونقلها إلى الخارج، وهو شكر يشير إلى تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين بعد أكثر من سنة ونصف من القاطعة بسبب موقف مدريد الداعم لمغربية الصحراء. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الجزائر قررت أواخر العام الماضي بشكل مفاجئ إعادة علاقاتها مع إسبانيا، بدءا بتعيين سفير جديد لدى مدريد ثم إعادة علاقات اقتصادية بشكل تدريجي، بالرغم من أن إسبانيا لم تغير موقفها من قضية الصحراء المغربية والذي كان السبب في تأزم علاقاتها مع الجزائر. خبر جد مزلزل من أمريكا يصدم أعداء الوحدة الترابية المغربية. شاهد التفاصيل الكاملة. خلص معهد الولايات المتحدة للسلام في تقرير نشره مساء الجمعة الماضي على موقعه الإلكتروني إلى أن ملف الصحراء قد انتهى، معتبرا أن إعلان فرنسا تأييده السيادة المغربية على الصحراء في إطار خطة الحكم الذاتية يعد خطوة حاسمة نحو إنهاء النزاع الذي يعتبر من الأطول في إفريقيا. أشار توماس هيل مدير برنامج شمال إفريقيا في المعهد في مقاله التحليلي إلى تزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، مؤكدا ضرورة أن تتفاوض البوليساريو والجزائر على شروط السلام. واعتبر أن هذا النزاع قد شهد تحولا كبيرا في يوليوز الماضي عندما اعترفت فرنسا بالسيادة المغربية، مضيفا أن هذا الاعتراف إضافة إلى القوة العسكرية المغربية سيجعل مطالب الانفصال التي تنادي بها البوليساريو تواجه واقعا يفرض قبول شكل من أشكال الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ورأى أن الحل المغربي هو أفضل خيار للجميع بما في ذلك الجزائر، وناشد بضرورة استغلال الفرصة للتفاوض على شروط سلام تصب في مصلحة المغرب. تناول توماس هيل في مقال إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في سنة 2020 عن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء، مشيرا إلى أن 37 دولة أخرى تبعت الولايات المتحدة في هذا الاعتراف، وأن اعتراف فرنسا يمثل خطوة حاسمة، حيث أن فرنسا كونها القوة الاستعمارية الأخيرة في المغرب العربي
تعتبر ذات تأثير كبير في المنطقة، وترى مستقبلها الاقتصادي مرتبطا بالمغرب بدلا من الجزائر. ومع تفوق المغرب العسكري سيكون على الصحراويين في مخيمات تندوف الخيار في التفاوض على تسوية سلمية، مما يجعل من مصلحة البوليساريو وحلفاؤها استغلال هذه الفرصة للتفاوض على تسوية تضمن لهم حقوقا أفضل مما كان مقدما في السابق، مما يشير إلى قرب نهاية أحد أطول النزاعات في إفريقيا. ما رأيكم في هذا؟ وزارة الداخلية الإسبانية تحذر من أن الجزائر قد تتحول إلى مصدر للإرهاب الذي يهدد إسبانيا. شاهد التفاصيل الكاملة. قالت وسائل إعلام إسبانيا إلى المفوضية العامة للمعلومات التابعة لوزارة الداخلية تحذر من تحول الجزائر إلى مصدر رئيسية في حالة إذ لم تكن قد تحولت بالفعل للإرهاب الذي يهدد إسبانيا، بعدما كان التركيز منذ عقود على المتطرفين من جنسية مغربية. وحسب عدد من الصحف الإسبانية التي تناقلت تقريرا نشره الصحفي ميلشور سايز، فإن قادة الأمن الإسباني يرون حاليا أن التركيز على التهديدات الإرهابية لا يجب أن تكون كلها منصبة على المغرب، بل أن المفوضية العامة للمعلومات في آخر معطياتها تشير إلى أن الجزائر قد تصبح قريبا، إذ لم تكن أصبحت بالفعل مركزا رئيسيا للإرهاب المحتمل تهديده لإسبانيا. ووفق نفس المصدر فإن هناك مخاوف لدى المصالح الأمنية المكلفة بمكافحة إرهاب التابعة لجهاز الشرطة الوطنية الإسبانية من أن يتحول المتطرفون الجزائريون إلى مشكلة أمنية وطنية عن طريق إنشاء خلايا محلية في إسبانيا وأوروبا لملء الفراغ الذي تركه الاختفاء الفعلي لمنظمات إرهابية متعددة الجنسيات مثل القاعدة وداعش مؤخرا. وقال التقرير إن الكشف عن هذه المخاوف جاء بعدما اضطر الجهاز الإسباني لتبرير ترحيل معارض جزائري إلى بلده، ويتعلق الأمر بالضابط العسكري السابق محمد بن حليمة الذي تم ترحيله إلى بلده في 24 مارس 2022 رغم تحذيرات المنظمات الدولية من تعرضه للتعذيب عند عودته على يد حكومة عبد المجيد تبون التي اتهمته بالإرهاب. وكانت مدريد قد بررت إعادة المعني بالأمر إلى الجزائر، ما قالت قيامه بمخالفة جسيمة لقانون الهجرة بسبب مشاركته في أنشطة معادية للأمن الوطني، أو قد تضر بعلاقات إسبانيا مع دول أخرى، أو تورطه في أنشطة مخالفة للنظام العام. كما أن وزارة الداخلية الإسبانية قد رفضت في ذلك الوقت منح اللجوء للضابط السابق ولم تعترف بوضعه كلاجئ، بل وصفته بأنه خبير في استخدام الأسلحة ومدرب في التقنيات والتكتيكات العسكرية. وأشارت تقارير إسبانيا إلى أن هذه المهارات يمكن استخدامها لتنفيذ أعمال عنف سواء بشكل مستقل أو وفقا لخطط المنظمة الأم. وبالرغم من أن ترحيله إلى الجزائر جاء مباشرة مع الأزمة السياسية التي اندلعت بين الجزائر وإسبانيا عقب إعلان الأخير دعمها لمغربية الصحراء، وهو ما دفع الكثيرون إلى الإشارة لوجود مقايضة سياسية بين الطرفين، إلى أن المبررات التي اعتمدت عليها أجهزة وزارة الداخلية كشفت عن وجود تهديدات إرهابية قد تكون الجزائر مصدرها. وحسب الصحافة الإسبانية فإنه بناء على تلك المكاشفات فإن أجهزة مكافحة الإرهاب الإسبانية ستغير منهجيتها في محاربة الإرهاب بتحويل التركيز أيضا إلى الجزائر والجزائريين بدل التركيز على المشتبه فيهم من جنسية مغربية أو من أصول مغربية. نشكركم على حسن المتابعة.